إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش. الجولة الصباحية في شوارع المدينة والأجواء مشمسة وحارة، لأن مباشرة من يوم السبت أجواء مشمسة وحارة في المدينة. شوف تي في مشاوري وأصدقاء المدينة في يوم السبت، أجواء حارة مشمسة. الساكنين بطبيعة الحال خارجين كيتغداو، مالك صباح النور صباح الخير اخت مالك، صباح الخير للمتابعين الاوفياء اللي كيشاهدونا عبر قناه شوف تيفي سواء من داخل ارض الوطن او من خارجه في هذه الجوله الصباحيه عبر الشوارع وازقات المدينه. نشوفوا الاجواء الجميله بطبيعه الحال والمشمسه والحاره، هذه الاجواء متابعين الاوفياء